السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي داير مع صحه؟ الحمد لله. اليوم بغيت ندير الكسكسو بالزربه، سريع ما كاينش الوقت. غنديروا معكم كسكسو بالتفايه. غادي ناخذ دجاجه، هيا المقادير غنديروا لكم لتحت في سميتو. ناخذ دجاجه، غنديروا معها كاس مخلط بالزيت البلديه وزيت العاديه. ناخذ الملحه، تقريبا معلقه كبيره ديال الملحه. نعاود الملحه على حسب الخليط. ناخذ البزار، الكسكسو كيبغي البزار. سكينجبير معلقه كبيره، خرقوا من البلدي حتى هي معلقه كبيره، شويه السمن معلقه صغيره باش يتقل الدجاج ديالنا. دابا نشعلوا عليه البوطه، نخلي الدجاج يتقلى مزيان. حتى يتقلى الدجاج مزيان غنزيد عليه البصله مشلضه، ونزيد عليه مطيشه مشلضه. هادو باش كيعطيونا ديك لاصوص تكون خاطره شويه في الكسكسو، في لاصوص، حيت الدجاج ما تيطلقش ديك ليدام ديالو. هذا داكشي علاش نحتاجو هاد المطيشه مشلضه والبصله مشلضه. دابا غادي نخليو الدجاج ديالنا حتى يتقلى، عاد نقول نوريكم كيفاش غادي نزيد عليه هاد المقادير الاخرين. بعد ما خليت الدجاج كيتقلى غادي ندوز ناخذ السميده ديالي. السميده كنديرها رقيقه بزاف، رقيقه ماشي المويه. ها هي كنسقيها شويه بالزيت، تقريبا نص كاس تاع الزيت. كنسقيها حتى مزيان، كيدخل فيها الزيت كاملة. نخليها غير شوية وعاد نخوي عليها الماء. دابا غادي نسقيوها بالماء، واخا تكترو الماء ماشي مشكل كيشرب. ثم درنا ليها الماء، غادي نخليو هاد الماء حتى يتشرب مزيان باش نديرو عصفور. صافي نغطيوها بشي زيت بحال هكا ونخليوها حتى تنشف شويه ونديروها عصفور. ها هو الدجاج ديالنا كيتقلى، غنخليوه مازال يتقلى مزيان. غادي نضيفو عليه المطيشة والبصلة والربيعة، نخليوه حتى الاخر. دابا غادي نزيدو عليه البصلة مشلضة، نزيدو مطيشة مشلضة، نحطهم شوية نخليهم حتى هما حتى يتقلاو مزيان، عاد نزيدو لاصوص ديالنا. دابا الدجاج تقلى، غنزيد عليه البصلة هكا، غنزيد عليها هاد الخبز المعدنوس. صافي غندير لاصوص، نزيد شوية د لاصوص. هاد الفيتات باش يعطيو المذاق ديال الكسكسو. دابا ندير الحمص،
هو بعد ما طرد الطاجين وغسلناه نديرو صوره مع الدجاج صافي. نخليه دابا تيغلى ونحط عليه الكسكسو باش يفور. صافي عليه يلا هاو دابا الكسكسو من بعد ما نشف باش خليت درت ليه الماء في الكسكسو غنديرو في الكسكاس نديرو يفور. باش ما يبقاش فيه دوك الحبيبات صافي. هاو حليناه شويه غنديرو دابا في الكسكاس دابا نغطاو عليه ونخليه حتى يفور ونعاودو التفويره الثانيه. دابا ندوزو للمرحله الثانيه هي البصله معسله. خديت تقريبا كيلو ديال البصله ها هي قطعتها على هادشي رقيقه. انا ديما كن سميتو القرعه كنعسلها مع البصله. غادي نحتاجو ليها نص كاس ديال الزيت نص معلقه صغيره ديال الملحه حيت غتكون حلوه ما خاصناش نديرو الملح بزاف. اللحوم جوج عوات تاع القرفه جوج معلقات صغار ديال سكينجبير معلقات صغار ديال الخرقوم بلدي معلقه صغيره ديال البزار تسمح معلقة صغيرة ديال السمن غادي نشعلو العافية ونقليوه شوية. غنزيد شوية تاع الزعفران هاهو نخلي البصله شويه حتى طيح شويه تقلى ومن طيح واحد شويه غادي ندير عليها القرعه ونزيد عليها كاس تاع الماء ونسد عليها ونخليها شويه طيب. ومن بعد ها انتما بعد ما طاحت لينا البصله ديالنا تقلات وبدات كطيح شويه غادي ندير القرعه ديالي هكا باش يلا نطيب معاها تعسل من بعد. غنزيد على كاس ديال الماء ومره مره نحركو ونشوفو الا خاصنا الماء نزيد عاوتاني كاس ونخليوها حتى تشرب. دابا غندير عليها نغطى ونخليها حتى طيب شويه عاد نزيد عليها الزبيب غسلته مزيان ودابا مرطبه في الماء. من بعد غنزيدو فيها ونزيد شويه السكر باش نعسلها والقرفه. دابا غنسد عليها شويه باش طيب القرعه وتاكل. هيا التفويره الاولى صارت غادي نحطو هنا نحطو
دابا غادي نبردوه، غنديرو في الماء ما بارد، غنبردو فيه هكا حتى يبرد، نخليوه حتى يبرد ونديرو في الكسكاس ونديرو الفورة الثانية، نديرو ثلاثة د المرات. ها هو الكسكسو ديالي حليته مزيان بعد ما بردتو بالماء، ها هو. دابا غادي نغطيه ونخليه يبرد حتى يبرد وندير تفورة ثانية. ها هو لاصوص ديالي كيطيب. الكسكسو ديالنا صافي برد، ها هو. غادي نرشوه بشويه د الماء الملح، كنخليو الكسكسو حتى كيبرد ما كيجيناش معجن، كيجي محلول بحال هكا، ولا ما خليناهش برد راه كيجي معجن. هذه الفورة الثانية، نخليوها الثانية فرن الفورة الثالثة، نغطيو هكا نخليوه. ها البصلة ديالنا كطيب بشوية، نقص عليها البودة، ما سداش عليها غير هكا، تبدا طيب عاد نزيد عليها الزبيب ونعسلها. هانتوما البصله بدات كطيب، غندير ليها الزبيب بعد ما غسلته، ها هو، ورطبته مزيان في الماء، ندير لها الزبيب هكا، شي كاسه ديال الزبيب هكا. غندير شويه القرفه غبره، ديجا درت انا القرفه عواد باش تعطي ديك النسبه ديال القرفه. دابا زدت القرفه الغبره، غنخليه شويه هكا يتعسل، نزيدو شويه د العسل ولا شويه د السكر باش يتعسل مزيان، صافي. البصله معسله ديالنا واجده، تقدروا تزيدوا معلقه كبيره تاع الزبده فاش تكونوا تتحروا في البصله، انا ما درتهاش، المهم ضروري ديروها، ولا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، المهم كنديرها انا، كتجي زوينه بالزبده. هيا الفوره الثانيه ديالنا وجدات، هانتوما دابا ما غاديش نعاودوا نزيدوا الماء، غادي غير نبردوها حتى تبرد مزيان، ندهنوها بشويه الزيت ونرجعوها للفرن الثالثه، صافي. ونسكيو الكسكسو ديالنا بالمطاط لينا البصله كتعسل، وهذا نسكيو ونوريكم كيفاش غادي نحط البلا ديالو. دابا غنحيد الدجاجه نديرها في الفوق واحد شويه تحمر، تعرفوا ماشي بحال الدجاج ديال المغرب، ضروري خاصنا نديروه شويه في الفرن يتحمر. البصله ديالنا ها هي قريبه تطيب، من بعد ندير لها العسل تعسل. البصله تعسلات، دابا غنزيد ليها غير معلقه كبيره ديال العسل ولا معلقه كبيره ديال السكر، صافي. نخليه شويه يتعسل، صافي البصله ديالنا تعسلات، صافي. دابا غندير الكسكسو التفويره الثالثه باش نحط الغدا ديالنا.